السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في سيدي بوعثمان قليل مرحبنا اللي ما عرفهاش كاينه في المملكة المغربية. الخيرات تنوري والجالية المغربية والناس وللمدن الكبرى في المملكة المغربية. أهلا وسهلا بكم جميعا. تاتوما مرحبا سيدي تاتوما. اهلا وسهلا مرحبا. كما تشوفوا الخيرات تنوريوها لجميع احبابنا اليوم 30/11/2022. الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. ما تنساوش تشاركوا معنا في قناه زيتون المرجان في التيك توك والفيسبوك واليوتيوب مكتوب عليها زيتون المرجان. اهلا بكم جميعا. مسرقة العرفوع عثمان الخيرات عند الحاج عبد الرزاق النمره 30 هنايا في سيدي بوعثمان قليل مرحمنا. بصحتكم كما تشوفوا الحباب تونا في الممشينا تنصيبوهم. نحييو اي مشاهد قناه زيتون المرجان عيالات رجاله بنات ولاد وكبير وصغير ونحييهم من طنجه الى الكويره في القرى في الباديه في المدن الصغرى ولا الكبرى في المملكه المغربيه. اهلا بكم. كما تشوفوا الخيرات تنوروها جميع الحباب تونا في المكان. اهلا بكم جميعا. كي تشوفوا الكوتليت محيط لي البوسويط الكراوش والخيرات تبارك الله. كي تشوفوا معنا تنوروها لجميع المشاهدين قناه زيتون مرجان عند الحاج عبد الرزاق والعربي هنايا. كيما تشوفوا معنا هذا الخيرات تبارك الله. كوتليت كي داير تبارك الله. لا شوفوا تاع البارح كوتليت كي داير تبارك الله. ياك السي العربي تبارك الله. واللحمه حمراء وزينه كي تشوفوا معنا تبارك الله السي العربي. والكوتليت تاعه بعد دي بالكون. شحال بعتوا الكوتليت؟ 80 درهم. 80 درهم الكوتليت تبارك الله. لا برافو. كوتليت 80 درهم ولا هبيله فابور؟ هبيله فابور. هبيله فعلا شتو دار فابور لهذا السيد كليان تاعو ماشي مشكل. كما تشوفوا الخيرات تنوروها لجميع المشاهدين قناة زيتون المرجان. الكبته والسواسيسو الخيرات الكبته واللحمه حمراء كما تشوفوا معنا تنوروها لجميع المشاهدين. اللي بغى الكسكاس تيقول لنا العربي ضرافات هنايا سيدي بوعثمان قليل مرحبنا. هذه الخيرات تبارك الله تبارك الله. العربي ضرافات وراجل زين والمليع هذا الحاج عبد الرزاق والعربي هنايا سيدي بوعثمان قليل مرحبا مرحبا مرحبا. هذا تمام من الحريفية كما تشوفوا تبيعوا وشريوا في البقر والخيرات تبارك الله. وتلاقينا معهم عند الحاج عبد الرزاق هنا في سيدي بوعثمان قريب من رحامنا وهما من ولاد الزرار. قريب من القلعه ياك انتم قريب قلعه الزرارنا قريب قلعه الزرارنا ولاد الزرار كما تشوفوا جاو عند الحاج عبد الرزاق شي حاجه اللي رفيعه ومليحه. وتشوفوا القهوه والخيرات تبارك الله تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون المرجان. تهدوا احبابنا من المشاهدين تونا والغالين على قناة زيتون المرجان كل واحد صغير او كبير. اهلا بكم جميعا. تواجدنا عند الحاج عبد الرزاق كما تشوفوا هذه الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون المرجان في المكان. وتواجدنا الخيرات تبارك الله. وهذاك الحاج عبد الرزاق هو من النمرة 30. هاهم هاهم. ها الله يرضي عليك. الله يرضي عليك يا سخش. الحاج ما كان الله يعطيك الصحة. أي تبارك الله تبارك الله. نسيب الحاج ديالنا. أو ضروري ضروري ضروري. كما تشوفوا الخيرات تاع الشد هنايا في سيدي بوعثمان عند الحاج عبد الرزاق. باش تتحضروا
ها هاد اللغه اللي تتهضروا بها شنو اللغه؟ الانجليزيه. تنحيوا الحباب تاعنا في المكان وكما تشوفوا الخيرات تاع الشواق هاد الحاج عبد الرزاق هنايا تنوروا لجميع مشاهدي القناه الزيتون مرجان والحباب تاعنا في المكان. اهلا بكم جميعا. اهلا وسهلا. بارطاجي بارطاجي. تبارك الله على السي الحاج. النهار زين بخير. هذا هو الحاج عبد الرزاق مول هاد الخيرات وراجل ضربات وراجل زين كما تشوفوا النمره 30 تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان والحباب تاعنا في المكان. هاد الخيرات كي تشوفوا اللحم العجل واللحم الغلميه كما تبارك الله شي حاجه تاع الشواق تنوريوها لجميع المشاهدين الحباب تاعنا في المكان. تنعرفي كيف غادي يورينا الثمن تاع الخيرات تاع الكفته وهاد الخيرات تاع اللحم. ها؟ من خبز؟ كلهم الاحباب تاعنا كما تشوفوا في سيد بوعتمان. نحييو كل مشاهد قناه الزيتون مرجان او المصورين تاعنا كما تشوفوا اللحمه تاع الشواء هنايا الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين الاحباب تاعنا. كل جلسه العربي شحال تدفيع الخيرات تاع اللحم؟ غلمي ولا بكري؟ كل شيء 75 غلمي وبكري عندهم 75 وكوتليت ب 80 تيقول لنا السي العربي هنايا في سيدي بوعتمان والكوتليت ب 80 وهاد السواسيسو شحال؟ هاد السواسيسو شحال السي؟ سواسيسو تيقول لنا 80 هاد الخيرات سواسيسو الضرافات العربي هنايا الضرافات وراجل مخير الكفته شحال 90 درهم 90 درهم كما تشوفوا الخيرات تبارك الله شي حاجه جديده تما على خده واللحمه حمراء وزينه تنوروها لجميع المشاهدين الحباب تاعنا. كل جلسه العربي بشحال الكبده والقلب؟ 120 درهم 120 درهم الكبده والقلب تيقول لنا العربي هنايا الكبده والقلب. ها؟ سوسيد قلت لي 80 تبارك الله ما عندي ما نقول تبارك الله شكون هاد القضيه براسي اجل بلدي واجل ماشي شاروري تيقول لنا العربي فعلا اجل زين ريت عند الحاج عبد الرزاق فعلا اجل هذا كما تشوفوا هاد الخيرات تنوريهم الجميع الحباب تاعنا في المكان. العربي شحال تشوفوا الكيلو؟ 20 درهم باش تشوفوا الكيلو. كركفته كي كوتليت كي سواسيسو بحال بحال قال لنا العربي هنايا بلا مطيشه بلا بصله ب 15 تيقول لنا كما تشوفوا هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان داخل الوطن او خارجي. اهلا بكم جميعا. كي تشوفوا اللحمه حمراء وزينه تبارك الله البلدي واللحمه حمراء تبارك الله تبارك الله بعدي ما نقول السي العربي الخيرات تاع الشواء كي تشوفوا معنا مع الشعب هاد الشيء راه تبارك الله ما نعاودوش عليه هاد الخيرات كي تشوفوا معنا تنوروها جميع المشاهدين قناة الزيتون تبارك الله هاد الخيرات